بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم وماي فاندد اف اكس. طبعا ماي فاندد اف اكس عامله خصم رائع جدا وهو 30% على الحسابات اللي هي تو سيت اب برو، تمام، الحسابات الجديده. لكن هذا الخصم اللي هو 30% لا يشمل تو سيت اب اللي هو الكلاسيكي القديم او الخطوه الواحده، تمام، ولا الخطوتين ولا الخطوه الواحده اللي هم الحسابات القديمه. لكن تو سيت اب برو الخمسين والخمسة وعشرين والعشرة والخمس تلاف ده بيشمل الحسابات دي كلها، تمام، ال30%. تختار بقى ميتا تريدر 4 او ميتا تريدر 5 وتختار سينك ماركتس. انا بالنسبة لي بختار سينك ماركتس والخمسين الف، تمام، وميتا تريدر 4، وادي الخيارات كلها، تمام. لما تهبط بقى بالاسفل طبعا انت هتختار بقى الستاندر، ما عندكش غير الستاندر، لكن الفري سواب غير متاح لهذه الحساب، او السواب فري غير متاح لهذه الحسابات. يبقى هتختار الخطوتين برو والخمسين الف او الخمسة وعشرين او العشر او الخمس تلاف وميتا تريدر فور وسينك ماركتس افضل من ايت كاب وستاندر، وتهبط بالاسفل ويتعلم هنا ايه ويتعلم هنا، تمام، وتنزل بقى يقول لك بص كان ب 375، تمام، اصبح ب 262 ونصف، تمام، عمل لك خصم 30%، تمام. ادي بيقول لك الحساب اهو ب 50,000 وخطوتين برو وستاندر وميتا تريدر 4 وسينك ماركتس، تمام. يبقى احنا كده ايه ب 262 ده الحساب ايه، اكتب معايا بقى 262 ونصف. ليك خمس حسابات، ليك انك تشتري خمس حسابات، الافضل انك تشتري خمس حسابات بالخصم ده، هيكون ممتاز للغايه، تمام. وعندك بقى تعالى نشوف الحساب اللي هو ال 25، ادي اهو نفس الخيارات اهو، تو سيت اب برو 25، ميتا تريدر 4 او 5 ما فيش مشكله، وسينك ماركت، تمام، وستاندر. وتعلم على هنا وهنا انك قرأت الشروط وتهبط كده، يقول لك 25 وخطوتين وستاندر وميتا تريدر 4، وتهبط كده تلاقيه بكام؟ ب 175. اكتب معايا يبقى الحساب اللي هو ال 25 ده ب 175، تمام كده. نعمل بقى على العشرة، تمام، اهو تو سيت اب برو 10، انت بقى عايز ميتا تريدر 4 ميتا تريدر 5 خليها 5 بقى، وسينك ماركتس، تمام، وستاندر. وهنعلم على الخانتين اهو، وهتهبط بالاسفل يجيب لك بيانات الحساب كلها، 10,000 ستاندر ميتا تريدر 5 وسينك ماركتس بكام بقى؟ كان ب 135 اصبح ب 94 دولار ونصف، نكتب مع بعض 94 دولار ونصف، ممتاز جدا. هنجرب بقى ال 5000 نشوفها هل هيمشي معاها ولا لا، والستاندر اهو، يبقى تو سيت اب برو وال 5000 وميتا تريدر 5 وسينك ماركت وستاندر. وهنعلم كده، تمام، ونهبط بالاسفل كده وهيقول لك 5000 مرحلتين برو وستاندر وميتا تريدر 5 وسينك ماركتس، بدل 70 اصبح ب 49 دولار، تمام. فكده يبقى الحساب اللي هو ال 50,000 ب 262 دولار ونصف، والحساب ال 25 ب 175، والحساب ال 10,000 ب 94 دولار ونصف، والحساب ال 5,000 ب 49 دولار. لو حبيت تجرب الكود على التو سيت اب ده مش هيشتغل معاك، لو وانت سيت اب مش هيشتغل معاك، تمام، مش هيشتغل معاك الا مع ده ال 30%، لا تشتغل الا مع التو سيت اب برو، تمام، حتى 30 يوليو المقبل، لغايه 30/7 المقبل الكود ده خلاص هينتهي. طبعا الكود ده مهم جدا انك تشتري حسابات في ماي فاندد اف اكس، انا برشح لك طبعا افضل حسابات اللي هي ال 25 وال 50 عشان تستفاد بالخصم، ان انت بتتكلم ال 25 ده ب 175. طبعا لما تشوف بقى ال 25 ده ب 175 وتلاقي ال 50 ده ب 262، طب ده يبقى ده افضل. ليه؟ لو انت جبت اتنين ب 25 هيقفوا عليك بكام؟ ب 350، لكن انا واحد بس ب 50 ب 262 ونصف، تمام. فالافضل لو معاك فلوس تشتري الحساب اللي هو ب 50، طب معاكش فلوس خلاص ادخل اللي هو ال 5000 ب 49 دولار، مفيش اي مشكله. معاك فلوس بالزياده ممكن تدخل الحساب اللي هو ال 10,000، مفيش اي مشكله،
تمام، ده ب 94 دولار ونصف. يبقى الحسابات ديت يا جماعه ال 30% هي للمرحلتين فقط برو، وايضا على الحسابات من 50 الى الخمسه، ال 50 وال 25 وال 10 وال 5000 شغاله، لكن هتيجي تعمل لي حساب ب 100000 مش هيشتغل، 200000 مش هيشتغل، 300000 مش هيشتغل عليه الخصم الخاص بال 30%. شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله. ما تنساش الاختيارات اللي احنا قلنا عليها، تو سيت اب وتختار ال 50000 ده افضل حاجه، وتختار ميتا ترودر 4 او ميتا ترودر 5، وتختار السينك ماركت. احنا كده في حاجة احنا ناقصة اللي احنا ما اخترناهاش، السينك ماركت ايه، و هو معزلك شوية معلش، تمام، دي هتبان بعد كده، بعد ما تظهر تختارها على طول، تمام، هو بس عايز يعمل ريفرش. بالتوفيق ان شاء الله، وهتلاقي في صندوق الوصف كل حاجة خاصة بهذه الشركة. شكرا جزيلا.